أعمال فنية غاية في الإبداع تأسرك بطابعها الفريد الممزوج بعبق الماضي ونبض الحاضر، تجسدت في معرض الفنانة الإماراتية نجاة مكي ضمن فعاليات النسخة 24 من مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية الذي تنظمه دائرة الثقافة في متحف الشارقة للخط. أنوار القلوب هو العلاقة بين الإنسان وبين الخالق من خلال أعمال فنية لها رؤية فلسفية ولها رؤية جمالية. يعني طبعاً المتلقي هو اللي بيكون يحس بهالأشياء، وأتمنى أن المعرض وصل برسالته إلى كل متلقي. استخدمت الفنانة نجاة مكي في أعمالها الفنية خامات وأدوات تحمل خصائص متعددة، في حين كون تناغم الخطوط مع درجاتها وتتابعها جانباً مهماً للشكل العام، بما يتناسب البناء الشكلي لكل عمل ويعكس أسلوب الحياة وإيقاعها المستمر. اللوحات والأعمال الفنية عبارة عن رؤية متكاملة، كل عمل يكمل الثاني في من ناحية المضمون. في بعض الأعمال الفنية طبعاً اشتغلت على الإيقاع الخطي، الإيقاع اللوني، كذلك على الفراغ، علاقته بمسطح اللوحة، اللون، كثافة اللون، العناصر الرئيسية في العمل الفني، بعض الترديدات الزخرفية، المحراب، اشتغلت على الزخارف الهندسية والزخارف النباتية بالإضافة إلى رمزية اللون. كذلك في الغرفة اشتغلت على إيقاعات مختلفة من خلال الطباعة عدة مرات على ألواح من الخشب والكرتون. أنوار القلوب معرض يعكس رؤية فنية عميقة ويحمل بين طياته رسالة إنسانية تسمو بالعقل وترتقي بالنفس نحو عوالم الخيال اللامحدود، فلا تفوت زيارته والاستمتاع بجمالياته ومعانيه القيمة.